شخص يقول: كنت مع زوجتي في البيت ودار بيننا حديث، ثم حصل سوء تفاهم بيننا فغضبت فقلت لها: أنت طالق. ثاني يوم الصبح اتصل علي هذا الشخص يقول: ماذا أفعل؟ لقد طلقت زوجتي. شخص آخر في الديوانية مع مجموعة من أصدقائه يلعبون ويتقشمرون وكذا، من باب المزاح قال: زوجتي طالق. ومجموعة من الناس موجودين قاعدين ربعه كذا، ثم بعد ذلك بدأوا يتحرشون فيه وقالوا له: الليلة بعد لا ترجع البيت، انت طلقت زوجتك، ايش راح تقول لها؟ ايضا دز رسالة: شيخنا صار كذا وكذا، ماذا افعل؟ انقذني. الشخص الثالث يقول: شخص عزيز علي بعد مدة طويلة اشوفه وكذا، يعني عزمت واقسمت عليه ان يفعل كذا وكذا والا فزوجتي طالق. ويقول ذاك الشخص قال: ما اقدر، ما راح اسوي لك، وفعلا لم يلبي لي طلبي وانا اقسمت ان زوجتي طالق، ماذا افعل؟ مثل هذه الصور حقيقة تحتاج اولا الى تعليق، وثانيا الى بيان الحكم الشرعي. اولا، الزواج والطلاق ليس العوبة وليس بالأمر الهين والسهل والسخيف الذي يمكن أن يتعامل معه بهذه الصورة، بحيث في لحظة غضب ولا من باب المزاح ولا شخص مثلا تعزم عليه وتقسم عليه بكذا مثلا وجبة غدا، ولا ياخذ منك فخذ دجاجة وتقول له: إذا ما أخذت أنت زوجتي طالق. هذا معيب بحق الإنسان، فضلا عن يكون هذا الإنسان إنسانا مؤمنا متدينا. لاحظوا في الآية 21 من سورة النساء، الله سبحانه وتعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله يعبر عن الزواج بالميثاق الغليظ، والميثاق الغليظ لا يتعامل معه بهذه الصورة. نأتي الآن إلى البعد الشرعي في هذه المسألة. كل الصور التي ذكرتها، الصور الثلاث، لا يقع فيها الطلاق، الكلام الذي دار كلام لغو لا قيمة له، وذلك لعدة أسباب. مثلا قال فقهاؤنا: لابد من توفر مجموعة من الشروط من أجل أن يكون الطلاق صحيحا. واحدة من هذه الشروط وجود شاهدين عدلين، يعني اثنين توقف وتصلي وراهم صلاة الجماعة، فبالتالي إذا ما هم متوفرين هالشهود الطلاق يعتبر باطل. اثنين، يقول فقهاؤنا: يشترط في المطلق أمور، ذكروا مجموعة من بينها: قصد الفراق حقيقة بالصيغة، مثلا لا تصح لو تلفظ بها، يعني أنت طالق، زوجتي طالق، فلانة طالق، لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك. ثالثا، تعتبر في صحة الطلاق أن يكون منجزا غير معلق على شيء، يعني ما تقدر تقول إذا فلان مايا أنت طالق، إذا الشمس اليوم ما طلعت كذا، ما يصير. الطلاق لا يعلق على شيء. رابعا، يمين المناشدة اللي لا والله إلا تقعد هني، لا والله إلا تأخذ مني هذا، يمين المناشدة لا قيمة لهذا اليمين، هو لا يترتب عليه لا إثم، لا يترتب عليه كفارة ولا شيء.